FM. الكلمة ليك. رئيس الكتلة ياخذ في فلوس وأنه عنده قضية في القطب المالي وأنه شراء برطمان ب 330 مليون، قلت الكلام هذا اللي هو يسوى 450 مش 330 بالمترو في المنزه هنا في معروفة بقديش، وأنه العقد عنا وفيه 150 مليون إسباس. احنا قلنا له جملتهم من مصروفك، نحن نعرفوك في 2014 كنت ولدنا في الحزب وتطبع في الأوراق وتجيب في القهاوي وكذا، ونعرفوك والناس كل تحن عليك، ما كانش عندك فلوس وعندك راهب وعندك وضعي، برر اخوي ورينا التراسابيليتي نتاع الفليسات هذوما منين جاوا. ثم واحد قام مدير مكتب رئيس مكتب محلي في بن عون قال راهو جا قال لي نجح لك بنتك في القضاء واعطيني 10 ملايين، والقضيه محلوله، انا مانيش رامي حديث على عوايني في التحقيق الاول بالقطب المالي. قلت راهو هذيا هو باهي يحب يقول نقول راهو مرتشي، لكن حتى تثبت ادانته المرتشي بريء حتى تثبت ادانته. كاب اف ام الكلمة ليك.